ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لأول مرة في تاريخ المغرب ضبان جهاز طيارة على الطريق السيار الرابط بين البيضاء والرباط، يثير استغراب المارة، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شاحنة كبيرة لنقل الضباناج وهي تنقل طائرة على طريق السبيت بالدار البيضاء. وأثار نقل الطائرة وسط الطريق العمومية بين السيارات والشاحنات استغراب السائقين الذين تفاجأوا بطريقة نقل الطائرة، مؤكدين أنهم لأول مرة في حياتهم يرون نقل طائرة على طريق عمومية بتلك الطريقة. تنشوفوا شاحنة الجر رافعة طائرة من حجم صغير. أول مرة نشوفوا طيارة غدا مع الطوموبيلات. لأول مرة في الشارع، لأول مرة من عقود زمان. على اليمين ديالك والدراج من الدرك الملكي يقوم أمامها. هاي الطيارة من نوع رويال إير. وشكرا. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.